من العراق هنروح للأردن. ديما سويدان دي فنانة أردنية ومعلمة موسيقى، قررت إن هي تستخدم الموسيقى كعلاج للأطفال من ذوي الهمم، وبتشوف إنه تعليم الأطفال الموسيقى ده بيساعدهم على التغلب على التوتر وكمان الاندماج في الأنشطة المختلفة. معلمة الموسيقى والفنانة الأردنية ديما سويدان تجلس بجوار مجموعة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لتلعب معهم وتعلمهم الموسيقى باعتبارها أداة للعلاج. الفنانة الأردنية تتطوع بإقامة أنشطة موسيقية لهؤلاء الأطفال إيماناً منها بتأثير الموسيقى الإيجابي في حياتهم. الموسيقى هي أهم فن من الفنون اللي ممكن يكون فيه تدخل لحالات العلاجية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديداً أطفال التوحد. من أكثر الفنون اللي فيها يعني فائدة، وبتعطي على طول يعني نتائج سريعة، وفعلياً بنحس لها أثر جميل على الأطفال يعني. كما تعقد سويدان ورش عمل للمعلمين والفنانين لتعليمهم الموسيقى التي يمكن استخدامها كأداة للتغلب على التوتر. للأسف الفكرة التجارية عن الموسيقى مش ماخدين الموضوع انه الموسيقى هذا علم ونوع من انواع العلوم ونوع من انواع الفنون، وبيدخل فيه كثير جوانب، بيدخل فيه فيزياء الصوت، بيدخل فيه العلوم، بيدخل فيه الرياضيات، بيدخل فيه كمان الجوانب النفسيه، بيدخل فيه المشاعر. ففعليا هي تكون يعني الاطفال هذول من احوج ما يكونوا لهذا النوع من انواع الفنون. أنا كأم لطفلين عندهم إعاقة تطورية وهم الاثنين متأخرين في الحكي أكثر إشي، كثير لمسنا فرق بالأنشطة الموسيقية وبجلسات العلاج بالموسيقى، إنه ساعدهم يحسنوا نطقهم، يكتسبوا كلمات جديدة، ساعدهم يحسنوا سلوكيات عندهم بإنهم كيف لما يكونوا مع مجموعة يستنوا الدور، يقدروا يلتزموا بقوانين المجموعة. كثير التفاعل بيكون إيجابي، كثير رائع، لأنه بيعطيه حماس، بيعطيه طاقة إيجابية، بيعطيه طريقة حلوة للتواصل في البيئة المحيطة حواليه، وبخليه يكمل بقية برنامج علاجه بطريقة كتير إيجابية وحلوة تفيده وتفيد تطوره.